في ميزان القوى السياسية تعتبر مدينة التنوع القومي كركوك التي تقع شمالي البلاد بيضة القبان، وهذا ثابت في معترك العملية السياسية. وبعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي والتي لم تنتج حكومة جديدة، حتى بدأت التكهنات لتشكيل حكومة جديدة أمر يطول في حسابات المكون العربي، مما ولد لهم مخاوفا من فقدان التوازن ما بين المكونات المتصارعة على السلطة هنا. لا شك نحن لدينا تخوف بأن تكون سلطة الأحزاب أكبر من سلطة الدولة، وبالتالي أعتقد عدم وجود حكومة قوية أو بما يسمى وجود حكومة تصريف أعمال، هذا يعطي رسالة واضحة بأن الأحزاب هي من تتحكم بالقرار السياسي. وعلينا ندرك جيدا بأن الأحزاب الكردية لديها سلطة وتأثير قوي على بغداد، وبالتالي نعتقد أن هناك كثير من المشاريع لصالح الكرد سوف تمرر في كركوك، من ضمنها السيطرة على الجانب الاقتصادي. حالة التذمر موجودة بسبب ارتباطنا بالأوضاع في ما يجري في بغداد وما يجري في العراق عامة، لكن ممكن أنه ما يؤثر على التعيينات، ما يؤثر على توزيع المناصب، ما يؤثر على الموازنة والمشاريع إنجازها، هذه ممكن تكون مؤثرة جدا. المخاوف تلك لم تختصر على المكون العربي فقط، إنما الطرف الكردي أيضا يرى أن زعزعة استقرار الدولة في ظل اندلاع أعمال عنف خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما يطول من تشكيل الحكومة، ناهيك عن الفساد والمحسوبية والمحاصصة، كلها تضع الدولة في مأزق كبير. لديهم صراعات لدودة، يعني صراعات بين بعض القيادات من البيت الشيعي، يعني أصبحت صراعات شخصية وليس صراعات سياسية، صراعات على تقاسم السلطة وليس صراعات على تقديم أفضل الخدمات. هذه أثرت تأثيرات سلبية على قناعة المواطن، والمواطن والمتضرر الأول والأخير في هذه العملية هو المواطن. رغم الاجتماعات التي تجريها الحكومة الحالية مع جميع القوى السياسية ما عدا التيار الصدري للخروج من عمق الزجاجة لتشكيل حكومة جديدة، خوفا من استمرار الانسداد السياسي ما بين الأحزاب، وذلك قد يولد صراعات وفوضى تنعكس على الشارع العراقي ومحافظة كركوك تحديدا. أصبحت توقعات تشكيل حكومة جديدة قد يطول في حسابات مكونات مدينة كركوك، وأن تأثيراتها سوف تلقي بظلالها على الواقع الأمني والسياسي هنا، والتجارب السابقة دليل على ذلك. حيدر عودة، اليوم مدينة كركوك.